في هذا الفيديو سنتحدث عن سبب تسمية الأسود بملوك الغابة والحقيقة وراء هذا اللقب. تعتبر أسود من أقوى أكثر الحيوانات المفترسة في العالم، تمتلك مظهرا جميلا وشجاعة لافتة، وبسبب هذه الصفات فإنها تحظى بمكانة خاصة في العديد من الثقافات حول العالم، وتم اختيارها كرمز للقوة والعزة في الكثير من الثقافات. وعلى الرغم من أن هذه الصفات تجعل الأسود ملوك الحيوانات المفترسة، فإن هذا اللقب لم يكن مرتبطا بسبب واحد محدد. فمن الممكن أن يكون تسمية الأسود بملوك الغابة قد جاءت من الحقيقة العلمية، لأن الأسود هي الحيوانات الوحيدة التي تعيش في مجموعات كبيرة، ويحكمها ذكر الأسد الذي يعتبر رئيسا للقطيع. كما أن الأسود تعتبر حيوانات قوية ولها قدرة على توحيد القطيع والدفاع عنه، وهذا يجعلها مثالية. ولذلك فإنه يتم استخدام تسمية ملوك الغابة لوصف الأسود في العديد من الأحيان. ولكن على الرغم من أن تسمية الأسود بملوك الغابة قد تبدو جذابة ومثيرة، إلا أن الحقيقة المرة هي أنها تواجه الكثير من التحديات اليوم، لما في ذلك الصيد الغير المشروع وفقدان موائلها الطبيعية. وهذا يشير إلى أهمية حماية هذه الحيوانات الرائعة وتوفير بيئة مناسبة للعيش. شكرا لكم على مشاهدتكم لهذا الفيديو.